صاحبة جوزها، يعني قدرت بذكائها انها تبقى زوجته وحبيبته. معظم العرايس بتقول ان دايما اول سنة في الجواز هي اصعب سنة. لو انت عملتي لنفسك اعداد كويس قبل الجواز وفهمتي شخصية العريس وفترته، حاجات بيعشقها الراجل في الست اكتر من الجمال. لو عايزة جوزك يدمنك ويعشقك وتبقي ملكة كل حياته، تابعي معايا الفيديو لحد الاخر، فيديو خاص جدا للعرايس والمتزوجات. اهلا بيكم، وحشتوني جدا. فيديو مهم جدا لكل عروسة في اول الجواز ولكل ست متزوجة حاسة ان حياتها مع زوجها كده فيها الروتين وملل. ازاي تقدري تملكي زوجك وتبقي عنده كده يعني روحه وحياته وقلبه وعشقه. كلنا ساعات بنشوف ان ممكن تكون واحدة ست مش جميلة لكن جوزها بيعشقها، تقولك انا ادمان عند جوزي، ما يقدرش يعمل حاجة الا لما ياخد رأيي، ما يقدرش يسافر كام يوم برا الا لو هيطول شوية لازم ياخدني معاه، ويبقى كده بعدي عنه نار. ايه اللي بيخلي في رجالة تعشق زوجتها او تبقى مرتبط بيها جدا؟ ان الزوجة دي مش مملة، ان الزوجة دي معيشة الزوج في حياة مفيهاش ملل، انها من الاخر كده مصاحبة جوزها، يعني قدرت بذكائها انها تبقى زوجته وحبيبته، زوجته وصديقته، مش بيخاف يحكي لها على كل حاجة، واخد راحته معاها. اي حاجة تحصل مثلا في الشغل او ما بينه وما بين صحابه او في شغل، يعني يجي يقول لها على طول، لانها بتديله الرأي السليم. من اكتر الحاجات اللي بتخلي الراجل يتعلق بزوجته وتبقى حبيبته انها تكون مش مملة، انها تكون مش روتينية، انها تكون متجددة. طب ازاي انا اكون متجددة في حياة زوجي؟ طبعا من حيث البيت، من وقت للتاني غيري في ديكور البيت، غيري في وضع الاساس، من وقت للتاني غيري في نفسك، غيري لون شعرك، لو شعرك كيرلي ممكن تعمليه بروتين، لو شعرك ناعم اعمليه كيرلي. دايما الممنوع مرغوب، يعني دوري على الحاجة اللي عندك وجدديها، غيريها، غيري في ستايل لبسك. ونفس الشيء بقى، انت مهتمة بنفسك وكمان مهتمة بتفاصيل زوجك. لازم الزوج لما يتجوز، وخصوصا يا عرايس اول سنة جواز، انت تحسسيه ان انت اضافة في حياته، مش هو اتجوزك كانت مامته بتحضر له الفطار ومامته مهتمة بهدومه واخته مهتمة بتفاصيله، وبعد ما اتجوزك بقى يفطر نفسه ويرجع يلاقيكي مش عامله غدا، السرير منعكش يرجع يلاقيه زي ما كان نايم عليه. فالعريس في اول الزواج والزوج في اول الزواج لو ما حسش ان انت اضافه في حياته، ان انت حاجه جميله في حياته على كافه المستويات، على كافه المشاعر، ناحيه المشاعر والعواطف، ناحيه البيت، ناحيه الحياه الاجتماعيه، يعني ايه، هو ده اللي هيخليه بقى من اول سنة سعيد كده وحياتكو كلها تبقى سعيدة. عرايس بتقول ان دايما اول سنة في الجواز هي اصعب سنة. لو انت عملتي لنفسك اعداد كويس قبل الجواز وفهمتي شخصية العريس وفترة الخطوبة، فهتقدري كمان تبقي زوجة مثالية بالنسبة له. شوفي هو بيحب ايه فترة الخطوبة، حاولي كلميه، شوفي كده من مامته من اخته ايه الحاجات اللي بتفرق جدا معاه وبيحبها قوي، وانت اعملي ليها. فانت كده هتسهلي على نفسك ان اول سنة دي تبقى سنة سعيدة. لما عملت سيرش ودورت على معظم المشاكل اللي بتبقى من الازواج، يقولك مراتي مملة، انا حياتي بقت روتينية من البيت للشغل ومفيش اي تغيير في حياتي. فعشان تبقي زوجة يعشقها الزوج وتبقى يبقى كده تبقي ادمان في حياته، ان انت تبقي امرأة مميزة، امرأة متجددة. يعني مثلا تيجي في الويك اند، يلا نعزم اصحابي، يلا نعزم اصحابنا، نروح مكان، يلا نروح مكان ما رحناهوش قبل كده. حاولي اعملي له تغيير في حياته. حتى بالنسبة للمتزوجات، بقالنا مثلا 5 سنين و7 سنين، والفترة دي بالذات اللي هي بعد 5 7 سنين جواز وجبنا طفل واتنين، تحسي فجأة كده الزوج حس بملل، حس برتابة. وكمان الفترة اللي هي بعد سن 45، فأنا بخاطب كل سيدة متزوجة بدأنا كده أنا وجوزي نعدي 45، خلي بالك عشان السن من 45 لـ50 الرجالة بتجيلها هبة كده، فلازم تبقي مفتحة عينيكي قوي وحاولي بقى تشوفي في مشاكل نحاول نحلها. هو بيتضايق منك في حاجة،
احاول اتكلم معاه واضيع الموضوع ده. لو في دايما مشكله متكرره هي اللي بتعمل مشكله ما بينكم، احاول على طول احلها باي طريقه من الطرق. من اسرع الطرق بقى ان انت فجاه تعملي حاجه مختلفه في حياتكم. يلا نسافر يومين لوحدنا وبلاش ناخد الولاد. تبصي على ستايل لبسه، لو مثلا راجل روتيني كده بيلبس البيج ورمادي وبني، ما تجرب الفستقي، ما تجرب الاصفر. وانا عايزه اقول لكم على المستوى الشخصي، انا عملت كده مع جوزي. بعد فتره كده في حياتنا الزوجيه بدات احس ان جوزي بقى ايه، احنا خلاص كبرنا، الولاد بتكبر، لقيت نغمه في صوته كده، يعني عايز ايه يعجزني بدري بدري معاه. فلا انا فهمت بقى ايه الموضوع، وبدات انا ابدا انزل، جبت له قميص فستقي، بنطلون جينز مش عارفه فيه ايه مختلف عن اللي هو بيلبسه. طب ما تغير، ان انت على طول بتخرج بلبس كلاسيك، ما تلبس لبس كاجوال. بدات اعمل له تغيير في حياته عشان ما يحسش لا انا كبرت، لا انا مش عارفه ايه. التغيير يحسسه لا انا شاب وقدامي الحياه، ومش معنى ان ولادنا كبروا ان انا بقى خلاص احس ان انا عداني القطر وبتاع. لا، التجديد في الحياه ده بيفرق جدا في العلاقه ما بين الزوجين. جزئيه ان انت وجوزك تاخدوا بعض كده وتروحوا مكان تقضوا يومين بعيدا عن الاولاد، جزئيه بتغير جدا جدا في مود العلاقه ما بينكم. كمان جزئيه العلاقه الحميمه اكيد مكمله للي انا قلته في اول الفيديو، فلازم في جزئيه العلاقه الحميمه نجدد ونغير، سواء هنجدد في المكان اللي بنعمل فيه، في الستايل الملابس اللي انت لابساها، في الاضاءه، في الاجواء عامه، في انت حاجه انت عايزاها تقوليها له، وانت كمان تبقي جريئه كده وتقولي له طب انت مش حابب ان انا اجرب معاك حاجه جديده، طب ما يلا نجرب مثلا الوضع الفلاني، حتى لو هو بدأ ده انت بتشجعيه. وطبعا انا بتكلم الكلام ده اللي هي اتنين متجوزين بقالهم سنين، يعني قربوا من بعض وخدنا على بعض وفي حياء وكسوف، بس خلاص بعد سنين الجواز دي لا اقول انا الكلام الجريء. وخصوصا انا بقول للستات اهو بعد سن ال 45 محتاجه كده زقه كده، محتاجه ثقه تديها لجوزك في العلاقه، عشان ده بيقربك منه قوي. ولو حتى في حد كده ممكن يقرب لحياته، او حد بيشغله، او حد كذا، هيقول لك لا انا مراتي مكفياني، انا مراتي بسطاني في العلاقة وبره العلاقة ومع الولاد ومع البيت. فالحاجات دي كلها بتكمل الموضوع وتبعد عنك أي احتمال لأن في واحدة تخطف جوزك منك. جزئية الاستثمار في العلاقة لكل الستات بقى اللي بقالنا ايه كام سنة كده، ان انا اقول لجوزي كلام يدعمه، يبين له ان انت راجلي حبيبي ماي هيرو، اللي هو انت يعني انت الراجل اللي قدامي، مفيش اي راجل تاني ممكن يعجبني او يسعدني في حياتي، انا بحس بالامان معاك، انت ظهري وسندي بعد ابويا واخويا، لو مثلا ملكيش اخ كبير او الوالد متوفي فانت كل حاجه ليا دلوقتي، بعد انا بابا الله يرحمه مات وما فيليش اخ كبير، فانا بعتبرك انت الاخ والزوج والابن والحبيب وكل حاجه. كل الكلام ده بيخلي الراجل يحس ان هو اللي بيملكك، يعني انت بتاعته، انت بتقولي له انا ليك انت وانت كل حاجه في حياتي، انت الاب والاخ والزوج وكل والحبيب وكل حاجه. فده كله بيرفع من معنويات الراجل الراجل، وبيخليه حاسس ان مراته دي ما يعني ما فيش زيها، لان هي ادته الثقة دي. اخر جزئية بقولها لكل العرايس اللي في اول الجواز بتتنازل عن حقوقها، سواء من ناحية المهر، المؤخر، الشبكة. طبعا انا مع ان احنا نيسر على الشباب والشابات في الجواز ومصاريف الجواز، لكن ما تتنازليش عن حقك. العريس لما بيتعب في الجوازة بيحافظ على البيت بعد كده، لكن الواحدة لما باللغة العامية كده تيجي بالساهل او بالرخيص فبتروح بالرخيص. نسهل اجراءات الزواج، لكن العريس ده لازم يتعب ويجيب شبكة ومهر وعفش ويتعب عشانك، عشان يحافظ عليكي بعد كده، وما يفكرش وما يفتكرش ان تكوين البيت ده بالسهل فيقول لك خلاص اطلقها واجيب غيرها. يحافظ عليكي ويحسن الاختيار. لو نوعية الفيديوهات دي عجبتكم اكتبولي في التعليقات، وشكرا لكم يا حبايبي.